على الكريدت اور على تطوير وتحسين المستوى العلمي، وهل حقق موتيفيشن وعائد للدراسات العليا المساعدة المعتمدة لم يصل القائمين عليه؟ ما رأيكم؟ وما هي قنوات النشر الدولي التي يمكن أن توفرها الكلية؟ والمشاريع البحثية المتعددة التخصصات أين هي؟ كل ده سؤال كبير أوي يا دكتور ياسر زكي. هو سؤال كبير أوي ومتفرع، إنما معرفش ليه أنا التفاصيل كثيرة، وانا بحب ارجع للكونكلوجن تاني او البرنسبل، وده انا قلتها امبارح، ان اللي عنده برنسبل ما يتوهش. مجلس القسم، مجلس القسم يشارك، وهو اللي يقول يا جماعه تجربته في كريدت اور انتجت ايه وما انتجتش ايه؟ ايه الديفكت اللي فيها؟ مفيش حاجه زي ما قلت امبارح برضه 100% صح، مفيش حاجه 100% غلط. هو بيتكلم بيعمل لي كده يعني العائد المادي وايه اتوزع ازاي؟ دي عاوزه قاعده بقى وعاوزه دراسه، ونتمنى الاداره القادمه ايا كانت يبقى عندها الشفافيه. مش في دي بس، في كل حاجة، ويعلن ميزانية كذا كذا وميزانية كذا كذا وده راح كذا وده توجه إلى كذا، اللي هو واثق من نفسه، اللي عنده شفافية، اللي مش عاوز حاجة هيعمل كده. دكتور مياء حجازي، سؤال لكل المرشحين تخليتين حاجة. كل مرشحين بقى عشان في قاعدة إجرائية يا جماعة، الأسئلة هتوصلنا هنقولها بالترتيب اللي هتوصلنا فيه. واخدين بحضرتك بالك، وبعدين البريزنتور له نص ساعة. مش عايز يدي مساحه للاسئله، هيستهلك نص ساعه في البرزنتيشن. وفي تايمر على السكرين، ارجو ان كل برزنتور يبص عليه. يعني في وقت للسؤال ده كل يعني الكل يعني جوانب كلهم متضافه في الاخر. البحث ما رايك في تبني موضوع بحثي لكل اقسام الكليه مثل الكبد، القلب، الكلى، بمعنى ان تكون كل ابحاث الكليه لخدمه هذا الموضوع؟ مش عاوز كلام، ولكن اصحاب الفرع والتخصص في الديفرنت ديبارتمنتس كلامك جميل جدا. انا كنت عاوز اقول هذا الكلام، صدقني بقى، ان احنا عندنا حاجات قوميه ناشونال بروبلمز، هيباتايتس، هيباتيك تيومرز، وانا ممكن عشان بقى الجراحه الشق الجراحي تاني فاكر الحاجات دي، ممكن الناس الاقسام الاخرى في الرمض يقولوا لنا على الجلوكوما، يقولوا لنا على يعني هم ادرى. وعشان كده برضه نفس البرنسبل، اصحاب الفرع حتى لو في الديفرنت ديبارتمنتس، يعني ميديكال، سيرجيكال، ايمجينج، مولكيولار بيولوجي. وباي ذا واي يا جماعه، حته البحث العلمي افتكرت نقطه مهمه جدا. اي بليف ان ذا بيزك ميديكال ساينس. اي حد بيقدم بيبر للترقيه، او انا قدمت بيبر لمؤتمر عالمي، ياسر عمل شويه اورام وشويه ماتو وشويه عاشو وشويه وين سيبتك وشويه وين سيبتك، طز، معلش انا اسف الكلمه يعني بتكلم لنفسي. لا يمكن، ليس لها قيمه. لازم يكون فيها حته يا مولكيولار بيولوجي، يا جينيتكس، يا اناتومي، يا بايو كيمستري، يا فيسيولوجي، هي اللي بتديله قيمه، وكلهم بقى على حسب الموضوع. فانا اي بليف ان ذس 100%. ومن هنا فكرت في نقطه جميله جدا يا بقى، ان الانتر اكتف كوبريشن واقعي مع الاكاديميك ديبارتمنت مهم جدا جدا جدا، وقلتها عندهم في الاكاديمي في كل الاقسام وعن قناعه، لان مريت بالتجربه. يا ما وديت بيبر ويقول لي سوري كذا كذا، يا ما وديت ليرنينج كيرف وانا مدرس لحد الاستاذ موسى، وبعدين قبلت كبوستر، وبعدين قبلت كاورال برزنتيشن، وبعدين تشير بيرسون، وبعدين جيست ليكشر. هذا هو يا جماعه الانتر اكتف، ده ريسيرش وده بحث علمي وده دراسات عليا، يعود على اللي بيترقى ويعود على الاستاذ اللي رايح يقدم مؤتمر. السؤال الاخير للدكتور عبد المنعم فوزي، ما رايكم في قواعد واسس الترقيه التي نراها متحفه؟ وما رايكم في اسس تعيين المعيدين اللي هي الخطه الخمسيه؟ بالنسبه للاسس وكريتيريا بتاع لجنه الترقيات، مش عاوزه كلام فيها ايجيبشن واي. وفي عبد المنعم مش شايف، معلش انا مركز وباخد الحاجه بجد شويه، مش عاوزه كلام فيها ايجيبشن واي. وانا بتكلم دايما كلمه ايجيبشن واي دي بتلخص حاجات كتير، بتشوف بيدا انها تتعدل فعلا، وبروح اشوف القعده عامله ازاي. بس دي برضه عاوزه قاعده مع بقيه الاقل، زي حاجات زي ما قلنا عدد الطلاب مثلا في كليات امبارح، فدي عاوزه فعلا عندك حق في موقف 100%. طيب سؤال، معلش فاضل لك سؤال، استاذ دكتور اشرف الزواوي، ما هو السبيل لتوفير الامكانيات الماديه لمشاريع الابحاث في المجالات العلميه التي لا تعتبر من الاولويات لدى الجهات المانحه للمشروعات البحثيه؟ ثاني سؤال عشان اعرف. او توفير الامكانيات الماديه. طب ده انا تحت هو السؤال اللي هيتبقى في ساعه فيه في الاخر.